فباع شريكك نصيبه من هذه الأرض، نصيبه من هذا البيت، نصيبه من هذا البستان، فإنك لك الحق أن تنتزع هذا الشقص وهذا الجزء الذي باعه شريكك، وإن كان تم مع غيرك. متى؟ والمعنى بالشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه التي كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل الثمن المسمى. أنت لك شريك مع إنسان في أرض، في بستان، في بيت، في أي شراكة، هو شريكك، أنتما شريكان أو ثلاثة شركاء أو أكثر، فباع شريكك نصيبه من هذه الأرض، نصيبه من هذا البيت، نصيبه من هذا البستان، فإنك لك الحق أن تنتزع هذا الشقص وهذا الجزء الذي باعه شريكك، وإن كان تم مع غيرك. متى؟ إذا أردت أن تشفع. وش معنى الشفاعة؟ الشفاعة هو من الشفع، والشفع هو ضم الشيء إلى الشيء الآخر، بعد أن كان فرداً كان شفعاً، فأنت نصيبك شيء واحد، فإذا قلت للبائع الذي هو شريكك في الأساس أنا أشفع، يعني أريد أن أضم هذا الجزء الذي بعته إلى نصيبي فيكون شفعاً في حقك، في هذه الحالة فإنك تنتزع هذا الشخص وهذا الجزء الذي ذهب إلى أجنبي، يعني شخص آخر ليس شريكاً لكما، وإن كان قد تم البيع مع غيرك كما قال العلماء.